حين يكون الظلم والحسد وأكل الحقوق من البعيد الغريب، فإن المؤمن يصبر لأنه يعلم أن في الدنيا أهل جشع وطمع. ولكن حين يكون الظلم من أقرب الناس والحسد ممن يرجى خيره وأكل الحقوق ممن يجب أن يعين ويواسي، فهنا البلاء العظيم والألم الموجع. وإن كان الظالم الغريب آثما، فإن الظالم القريب أشد إثما، وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهند.